أهلا بكم مشاهدينا، معكم أحمد صبحي من استوديو المنزل، وهذا برنامج مع الحكيم الذي نطلعكم فيه على آخر الأخبار الطبية والدراسات المتعلقة بجائحة كورونا، ونرصد في حلقتنا إجراءات بعض الدول العربية في تخفيف الحظر العام المفروض على أراضيها على غرار تونس. لكن قبل ذلك نتابع آخر الأخبار والدراسات. انفراج محتمل في علاج متلازمة كواساكي المرتبطة بالفيروس التاجي عند الأطفال. حدد الأطباء مجموعة من مركبات الدم التي تساعد على الكشف عن الأطفال الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بتفاعل مناعي نادر أو ما يعرف باسم مرض كواساكي، حيث توصل الأطباء إلى أنها ناتجة عن رد فعل الجهاز المناعي المفرط للفيروس في بعض الأحيان بعد أسابيع من الإصابة، وقد تم علاج حوالي 100 طفل في بريطانيا من هذا المرض. وقام باحثون في إمبريال كوليدج لندن بتحليل الدم من بعض الأطفال المرضى، ووجدوا أن لديهم مستويات عالية من 5 مركبات يمكن قياسها في الاختبارات الروتينية، 2 من المركبات الفريتين والبروتين التفاعلي سي وسي آر بي، وهي علامات دم شائعة للالتهابات. الآخرون مرتبطون بتلف القلب وتجلط الدم، وبالتحديد التروبونين بي ان بي وما يسمى بالدي دايمر. ويمكن للأطباء الآن تحديد الأطفال الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالحالة عن طريق اختبار دم بسيط، ومن ثم العلاج في مراحل مبكرة. اختبار مادة تمنع التصاق كورونا بالأسطح لمدة 3 أشهر. توصلت دراسة أولية إلى اكتشاف مادة مضادة للميكروبات يمكن أن تبقي الأسطح خالية من فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر بتطبيق واحد فقط. ووعد الباحثون بجامعة أريزونا الأمريكية التقنية المذكورة أو عد الباحثون بجامعة أريزونا الأمريكية التقنية المذكورة خط دفاع جديد ضد الفيروس المستجد والفيروسات التي تظل لصيقة بالأسطح لفترات طويلة. وأشار الباحثون في الدراسة الأولية إلى أن كمية الفيروس على الأسطح المغلفة انخفضت بنسبة 90% في 10 دقائق، وبنسبة 99.9% في 2 ساعة بعد تجريب المادة المذكورة، وفق ما أوردت وكالة فرانس بريس. هل هناك علاقة بين فيتامين د وكوفيد 19؟ اقترحت بعض الدراسات أن يكون نقص فيتامين د قد يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كوفيد 19. وأكدت هذه الدراسات أن فيتامين د قد يؤثر في مكونات مختلفة من الجهاز المناعي واستجابته للعدوى، وقد يساعد في تعديل الخلايا الليمفاوية والمواد الكيميائية المنتجة للالتهابات مثل السيتوكينات التي تعد مكونات مهمة للاستجابة المناعية للفيروسات. وبمراجعة أبحاث سابقة أجريت لمعرفة تأثير فيتامين د على عدوى الجهاز التنفسي، تبين أن له تأثير واضح في الحد من خطورة الالتهابات الحادة للجهاز التنفسي. وبمراجعة 25 تجربة سريرية وجد أن 12% ممن تناولوا مكملات فيتامين د تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة. إذن الحفاظ على مستويات فيتامين د في الجسم ضروري، ولكن يجب الحذر. فبالرجوع إلى أبحاث سابقة قبل الجائحة، فإن هناك تأثيرا سلبيا في حال زادت جرعات فيتامين د في الجسم، وقد تؤدي إلى مشكلات صحية منها زيادة معدلات الكالسيوم في الجسم ومشكلات في الجهاز الهضمي وهشاشة عظام وحتى الفشل الكلوي. وقد خلصت دراسة حديثة نشرت على موقع ميدريكسيف أجريت على عينات من عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيران وأمريكا وسويسرا وبريطانيا، خلصت إلى أن 17% ممن لديهم نقص حاد في فيتامين د معرضون للإصابة بكوفيد 19. هل ينتقل الفيروس عبر المسابح؟
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء أنه لا دليل على احتمالية انتشار فيروس كورونا من خلال المياه في حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام الساخنة أو المنتجعات الصحية أو مناطق اللعب المائية. وأوردت الصحيفة عن المتحدثة باسم المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية تشديدها على ضرورة العناية والصيانة المناسبتين لهذه المنشآت، بما في ذلك التطهير بالكلور، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وأشارت الواشنطن بوست إلى أن التفاعلات الشخصية الوثيقة في أي ظرف من الظروف، سواء في مكان داخلي أو خارجي أو تحت الشمس أو المطر، تساعد بشكل كبير في انتشار الفيروس ونقل العدوى، مرجحة أن يساعد فصل الصيف في مكافحة انتشار الوباء، لكنه لن يوقفها. للمرة الثالثة، الغذاء والدواء الأمريكية FDA تأذن باستخدام اختبارات منزلية لكوفيد-19. أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام أدوات لجمع عينات في المنزل يمكن إرسالها بعد ذلك إلى مختبرات محددة لإجراء اختبار تشخيصي لكوفيد-19. ويعد هذا الترخيص الطارئ الذي منحته الـ FDA لشركة إفريلويل باستخدام مجموعة اختبارات تشخيصية عن بعد هو الثالث على التوالي بعد منح الـ FDA تراخيص مماثلة لاختبارين آخرين. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن المجموعات متوفرة بوصفة طبية فقط، منوهة أنه من الضروري على المرضى ملء استبيان عبر الإنترنت تتم مراجعته من قبل مقدم الرعاية الصحية قبل أن يتمكنوا من الحصول على مجموعة الأدوات. وتابعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان على صفحتها أن الاختبار يستخدم منزليا عن طريق عينة من الأنف يتم شحنها إلى مختبر معتمد، وسيتلقى المرضى نتائجهم عبر الإنترنت. ويؤكد مسؤول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن مثل هذه الاختبارات المنزلية تحمي الناس من التعرض المحتمل للفيروس بشكل أكبر. أطباء يابانيون يعانون من نقص في الكمامات ومستلزمات التعقيم حتى في اليابان. أظهر مسح أن أطباء المستشفيات في اليابان الذين يتصدون لوباء كوفيد-19 يعانون من ظروف عمل صعبة، إذ يضطر كثيرون منهم لإعادة استخدام الكمامات ويحصل قلة منهم على بدل مخاطر. وشمل المسح حوالي 170 طبيبا وأجري عبر الإنترنت من أواخر أبريل نيسان حتى السادس من مايو أيار. وذكر ثلاثة أرباع الأطباء أنه جرى تكليفهم بمهام علاج مرضى الفيروس، في حين قال 80% منهم أنهم لا يحصلون على بدل مخاطر. وأظهر الاستطلاع أن 31% من الأطباء يعيدون استخدام أقنعة التنفس الطبية، وهي ضرورية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من العدوى. وأشار بعض الأطباء اليابانيين وخبراء آخرون إلى تقاعس من جانب الحكومة الوطنية وبعض الحكومات المحلية في تقديم المساعدة المالية الكافية ومعدات الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية. وأشار المسح إلى أن 70% من الأطباء يعتقدون أن الحكومة فشلت في معالجة الوضع بشكل مناسب. عالم فيروسات صيني يقول خفاش مضرب حدوة الحصان الحاضن لكورونا. نشر عالم الفيروسات الصيني شي زينغلي بحثا جديدا عن مسببات الأمراض المتعلقة بكورونا والحيوانات الحاضنة. وقالت شي رئيس مركز الأمراض المعدية الناشئة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في بحث نشر على موقع بايوركسيف إن خفاش يعرف بمضرب حدوة الحصان الصيني كان هو الحاضن الطبيعي للفيروسات التاجية المتعلقة بالسارس. وقال الباحث إن هذا الخفاش يحمل العديد من الفيروسات التاجية بدرجة عالية من التنوع الجيني، خاصة في بروتين السنبلة الذي يشير إلى أنها تطورت بمرور الوقت في طريقة انتقالها. وهذا البروتين يوفر نقطة دخول للفيروس التاجي للربط بالخلايا البشرية وإصابتها، في حين أن بروتين السنبلة وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية
ووجد الباحث رابطا جينيا قويا بين الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد 19 والفيروس الموجود في خفاش حدوة الحصان في جنوب شرق الصين. يذكر أن شي من العلماء الذين كان لهم إسهامات كبيرة في اكتشاف خزان الخفافيش الطبيعي لمسببات مرض سارس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة التي انتشرت عبر جنوب الصين من 2002 إلى 2003. استراتيجية السويد في التعامل مع كورونا قد تكون نهجا عالميا. تابعوا هذا الخبر وشاركونا رأيكم. نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريرا يقول إن دولة السويد تعاملت بشكل استثنائي مقارنة بدول أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد باعتمادها على ما يسمى سياسة مناعة القطيع دون أن تعلن ذلك رسميا. فبدلا من الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ، طلبت السويد من مواطنيها ممارسة التباعد الاجتماعي على أساس تطوعي في الغالب، وفرضت السلطات السويدية بعض القيود مثل منع التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصا، وتعليق خدمة المحامين والتعلم عن بعد في المدارس الثانوية والجامعات وما إلى ذلك، وتحشت الضوابط الصارمة والغرامات واللجوء إلى الشرطة. فقد غيرت السويد من سلوكها، ولكن ليس بنفس القدر الذي اتبع فيه دول الغرب الأخرى، فالكثير من المطاعم ظلت مفتوحة في السويد، والأطفال الصغار ما زالوا في المدرسة على عكس جارتها هولندا وبعض الدول الآسيوية الأخرى. فالسويد لم تقدم تقنيات أو تطبيقات تتبع الموقع، وبالتالي تجنبت التهديدات للخصوصية والاستقلالية الشخصية، كما لم تعلن السلطات السويدية رسميا عن هدف الوصول إلى مناعة القطيع، والتي يعتقد معظم العلماء أنها تتحقق عندما يصاب أكثر من 60% من السكان بالفيروس. وبالفعل فإن دولا عادت عن الإغلاق التام وانتهجت نهج السويد بالفعل، مثل الدنمارك وفنلندا، ففتحت المدارس للأطفال، كما فتحت ألمانيا المحلات الصغيرة، وإيطاليا سوف تفتح قريبا المتنزهات، وفرنسا تخطط لإعادة فتح الشركات، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد 19 تحاول بعض الولايات فيها تخفيف القيود. عفوا. وبهذه السياسة حافظت السويد على وضع اقتصادي شبه طبيعي، وعلى نسبة وفيات أقل مقارنة بدول أوروبية مثل إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، لكن البعض يوجه لها انتقادات بسبب أن معدل الوفيات لديها تجاوز بقية دول الشمال مثل النرويج وفنلندا، إضافة إلى عدم توفر الحماية للسكان المسنين والمهاجرين. ولكن السلطات السويدية قالت إن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد سينخفض مع الوقت، وإنه عندما تصل موجة ثانية مميتة من الفيروس ستكون السويد قد تجاوزت الفترة الأسوأ ووضعتها خلفها، وإنه بالرغم من أن استجابة السويد للفيروس لم تكن مثالية، إلا أنها نجحت على الأقل في تقوية مناعة الشبان والأشخاص الأصحاء مع المحافظة على تسطيح المنحنى، ولم يخرج الوضع عن السيطرة في وحدات العناية المكثفة في البلاد، ولم يجرى إرهاق الطاقم الطبي كما حدث في دول أخرى. تجربة السويد تستحق المناقشة والمتابعة، فأرجو أن تتابعونا وتشاركونا آراءكم على صفحة برنامج مع الحكيم على فيسبوك وصفحات الجزيرة مباشر، ولأننا سنفتح النقاش حول الموضوع بعد قليل. والآن إلى بلادنا العربية وتحديدا تونس، فقرابة الأسبوع لم تسجل تونس أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ولكن عقب العودة التدريجية وقرار سلطاتها فتح المتاجر، أشارت بيانات إلى تسجيل طفيف لحالات قادمة من الخارج، إذ أعلنت وزارة الصحة التونسية بعد إجراء آلاف الفحوصات في أكثر من محافظة إلى وجود 19 حالة إيجابية، 17 حالة تعود لمصابين ما زالوا يحملون الفيروس، في حين أن الإصابتين الجديدتين سجلتا لمواطنين قادمين من فرنسا وتركيا. إذن أين وصلت تونس في مجابهتها لكورونا؟ وأي الخطوات التي اعتمدتها الأخيرة لاحتواء الفيروس؟ وما هي توقعات الخبراء التونسيين حول مستقبل الوباء؟ كل هذا وأكثر نناقشه
مع ضيفتنا من تونس الدكتورة ريم عبد الملك، أستاذة الأمراض الفيروسية والطبيبة في قسم الأمراض المعدية بمستشفى الرابطة. كما سنتعرض مع ضيفتنا إلى التجارب التونسية البحثية في إطار الكشف عن فصيلة الفيروس وجهود الحؤول دون حصول موجة ثانية. أهلا وسهلا دكتورة، نرحب بك. أهلا بك. في البداية دكتورة، إجراءات التخفيف وتجربة تونس في احتواء الفيروس نتحدث عنها، ونريد أن نعرف ما هي السياسة التي اتبعتها تونس لمواجهة كورونا في الفترة الأخيرة؟ هو التجربة تونس بالنسبة لمواجهة الكورونا هي داخلة في تقاليد تونس بالنسبة للوقاية، خاطر الطب الوقائي في تونس هو من الأسس نتاع الطب نتاعنا من وقت الاستقلال ودولة الاستقلال. دونك من اللي سمعنا بالوباء في أول جانفي أخر ديسمبر مثل جميع بلدان العالم، في الوقت هذاك وزارة الصحة انطلقت في العمل مع جميع الخبراء تاع البلاد التونسية في المجال الطبي لتحقيق استراتيجية وقائية، لأن الإمكانيات تاع البنية التحتية ناقصة شوية بالنسبة للوقت الحالي. هذاك علاش بدينا في العمل باكرا، من شهر جانفي ابتدأنا في مراقبة المسافرين العائدين إلى تونس والوافدين على تونس من البلدان اللي هي غير تونسية. أي طائرة أو باخرة أو سيارة تكون في الحدود التونسية نراقب الحرارة نتاع المسافرين، ونأخذ أرقام التليفونات اللي نتصل بهم، وصحناهم وقتها بالعزل الذاتي مدة 14 يوم إذا كانوا جايين من البلدان اللي فيهم الجائحة كبيرة ومنتشرة بطريقة كبيرة، كيف ما الصين، كيف ما وقتها إيران، كيف ما إيطاليا. بالوقت مع انتشار الوباء في العالم نعم دكتورة. طيب يعني أعلم، لا أعلم كنت تسمعيني أم لا دكتورة مريم؟ طيب على كل حال وصل بالتأكيد للمستشفى. الخط انقطع الآن، أنت تسمعيني دكتورة ريم؟ أنا نسمع فيك. أي طيب يعني جيد أن عدت إلينا. نريد أن نسأل الآن، يعني كل ما ذكرتيه من إجراءات أمر جيد، ما هي النتائج برأيك؟ هل يعد ذلك نجاحا؟ يعني بالأمس كنا نتحدث وأيضا قال أحد الخبراء أن تونس تعد من التجارب العربية الناجحة في السيطرة على فيروس كورونا، هل بالفعل يمكن عد التجربة التونسية عربيا من التجارب الناجحة في مكافحة الفيروس، أم أن الوقت ما زال مبكرا على الحكم على النتائج النهائية؟ هي التجربة متاعنا تجربة ناجحة لأنه ما انتشرتش عنا الجائحة بطريقة كبيرة، ما فتناش أكثر من 1037 حالة ما بين الحالات المستوردة والحالات الوطنية والعدوى الأفقية، وما فتناش أكثر من 45 أو 47 حالة وفاة. وتويكا الحالات الناس اللي قاعدة تتمثل للشفاء هي أكثر برشا برشا من الحالات اللي ما زالت تحت الرعاية، والعباد اللي ما زالت في المستشفيات تتعدى على أصابع اليد الواحدة. أما كل بلاد عندها خصوصية متاحة وكل طيب أنا أريد أيضا يعني حتى نضع المشاهد في، لو يعني في التقييم الصحيح، في صورة التقييم الصحيح، بالفعل يعني لديكم عدد حالات قليلة في تونس، عدد إصابات قليل، ولكن الفحوصات بالنسبة لتونس هي أقل من معدل كثير من الدول. يعني مثلا في الأردن أعتقد نفس عدد السكان أو قريبة من عدد السكان، عدد الفحوصات التي أجريت 144 ألف. في السويد عدد أيضا تقترب من نفس نسبة عدد السكان، عدد الفحوصات التي أجريت 177 ألف.
ولكن في تونس أجريت فقط أعتقد 30,000 أجرية 30,000 فحص. هي الإمكانيات ما كانتش تسمح لي احنا نقوم بأكثر من 50 أو 60 ألف تحليل. الاستراتيجية نتاعنا تبنيت على التحاليل الموجهة، قوينا في الإمكانيات الاتصال ما بين وزارة الصحة المستشفيات والمواطنين، واللي هما ينتقلوا للمستشفى إلى مسلك الكوفيد ويتمكنوا وقت اللي عندهم أعراض من تحليل الأنف والبي سي آر، وإلا يتصلوا هاتفيا وينتقل لهم السيارات وزارة الصحة وسيارات الإدارات الجهوية للصحة للقيام بالتحليل في المنزل. وهذاك الإمكانيات بتاع الدولة التونسية هذيك شنو تسمح، عملنا تحاليل موجهة، أي إنسان اتصل بالمنظومة الصحية وعنده علامات المرض عملنا له التحليل، وفي هذوكم الأكثر شوية من 30,000 تحليل لقينا 40,000 بالأحرى 40,000، أكثر من 40,000 بالفعل. نعم. دونك احنا السياسة كلها كانت موجهة، أما ما هي شيء اللي نسميوها بالفرنسي ديبيستاج، معناتها تحليل عشوائي، نمشي معناتها في الشارع ونعمل تحاليل للناس لأجد من يكون حاملا للفيروس وليس له علامات. احنا عملنا تحاليل للي عندهم العلامات الكل. طيب دكتورة، ما هو المتوقع أو يعني ما هي الإجراءات القادمة في تونس؟ هل سيتم التخفيف من الإجراءات التي يعني تعد هي أصلا خفيفة إلى حد ما في تونس، لم يكن هناك إغلاق شديد كما ذكرتي، ولكن يعني في الأيام المقبلة ما هي الإجراءات المتوقعة؟ هو بالنسبة لل 15 يوم اللي فاتوا فتحنا عديد المؤسسات في الدولة، عادت حركة العمل ب 50%، ومن اليوم ابتدأنا في فتح العمل 100%، وعديد المحلات التجارية فتحت من يوم أمس. الحياة رجعت إلى طبيعتها، خاطر كنا ثم حجر الجوالين من الساعة 6 مساء، ومن بعدين ولينا 9 مساء، ومتوى 11 مساء. تدريجيا تونس تتجه نحو رفع الحجر التام، خاطر بدينا في الحجر التدريجي الموجه عندنا 15 يوم، عندنا يوم 25 ماي مش نقروا فيه، مش نكملوا رفع كل الحجر، والا مش نقعدوا تدريجيا نطيبوا بشوي بشوي. طيب هل هناك استعدادات لرفع الحجر النهائي المرتقب واستعدادات لموجه جديده من الاصابات لو حدثت؟ وما هي الاستعدادات هذه؟ هو من بين الاستعدادات هي انه السارس كوف 2 الفيروس الذي يعطي مرض الكوفيد اصبح من الفيروسات التي سنبحث عنها كل مره عندنا مريض عنده علامات تنفسيه، معناتها دخل بطريقه رسميه في سكرينينج في البحث عن الفيروسات عندما يكون هناك إنسان مصاب بمرض تنفسي فيروسي مع بعض الحرارة. هناك اليقظة لجميع مؤسسات الصحة مع مراقبة الحالات يوميا وأسبوعيا، وحسب الحالات نكون نتدرج نحو التخفيف أو إعادة بعض الشيء في بعض القرارات اللي مش تكون صعبة بالنسبة للمواطنين. طيب إلى أي مدى تساهم تونس في الأبحاث العلمية الدائرة ولو حتى محليا للتعرف على الفيروس ومخاطره خاصة في البلاد؟ يعني علمنا من خلال الدراسات أن تأثير الفيروس يختلف من بلد لآخر ومن جينات لأخرى، فهل تجرون أبحاث في هذا الأمر وتتابعون الأمر وتطور الفيروس وتأثيره على المجتمع؟ بالنسبة للأبحاث هناك معهد باستور وهناك مستشفيات شان نيكول مع المخبر
المرجعي لمنظمة الصحة العالمية في تونس اللي هو مختبر شان نيكول وعديد المختبرات الأخرى. هناك أبحاث على الجينوتايبينج والسيكونسينج بتاع الفيروس، وهناك أيضا أبحاث حول الفاكسين، أبحاث حول الأخبار الاختبارات المصرية، وهناك اختبارات وكلينيكال إيساي حول لماذا لم يصب الإنسان التونسي كغيره من الناس. حتى في المنطقة العربية كنا ما عندناش تفشي كبير للفيروس. ما نتائج هذه الأبحاث؟ تقولين أن هناك أبحاث أجريت في مختبر شارل نيكول في تونس توصلت لفك بعض الشفرات والإجابة عن هذه التساؤلات التي ذكرتيها، فهل من نتائج ظهرت بالفعل؟ هو السيكونسينج صار في مختبر شارل نيكول، واللي هو عطانا اللي الفيروس اللي جينا يشبه كثير للفيروس اللي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما تويكا هما يعملوا ويشتغلوا على الجينوتايبينج باش يحطوا الفيروس بالكده في وسط شجرة العائلة متاع الكورونا فيروس. أما بالنسبة للباستور هو دخل في أشغال عالمية حول جميع معاهد باستور تشتغل مع بعضها على الأخبار المصرية وعلى الفاكسين، وهو داخل في وسط الأبحاث هذه. أما مازال ما عندناش نتائج كبيرة بالنسبة للوقت الحالي، مازالوا في سبق البحث. ما زالت النتائج قيد البحث. طيب دكتورة، ما رأيك في التقرير الذي عرضناه بالتفصيل ونشرته Foreign Affairs عن اتجاه العالم لاتباع السياسة السويدية بسياسة المناعة المجتمعية، رغم أن السويد لم تسميها ولم تعلن أنها تتبع هذه السياسة، ولكن الإجراءات التي اتخذتها والمخففة جدا تشير إلى أنها اتبعت هذه السياسة وتهدف إلى إكساب المجتمع مناعة من الفيروس بإصابة أكبر عدد منه. فلو تطلعين على تفاصيل هذه السياسة ويعني أهم ما فيها. هو اللي صار في العالم كله كان نتيجة الخوف من المجهول. الفيروس عندما بدأ هو فيروس جديد مستجد ما نعرفوش، أنا لكن نعرف أولاد عمو اللي هما السارس والميرس، واللي هما كانوا كيف أصابوا الإنسان عطاو وفيات كبيرة جدا، 10% بالنسبة للسارس ولا 80% بالنسبة للميرس. ومع سهولة الانتشار نتاع السارس كوف 2 صار نوع من الهلاعة بالنسبة للأطباء وبالنسبة لمنظمات الصحة الكل، والناس اللي تخدم في البوليتكس تاخذ نصائح من الأطباء ومن منظمة الصحة الكل. احنا حالة الخوف من المجهول مع معرفة ما كان موجود في الماضي خلتنا ننصح انه نغلق اكثر ما نستطيع. علاش؟ خاطر في قاعدين نتعلموا في الفيروس، نتعلموا في ما هم الأشياء اللي يجب يعملهم، والبلدان اللي وصلنهم الفيروس مؤخراً ولا متأخر بالنسبة للبلدان الأخرين لقاوا وقت باش يتعلموا أكثر من تجارب الأخرين. بالنسبة للسويد، هما كل دولة عندها خاصيتها. المجتمع السويدي مجتمع عنده ثقة برشا كبيرة ياسر في الحاكمين متاعه، والحاكمين متاعه عندهم ثقة كبيرة ياسر في المواطنين متاعهم. علاش؟ خاطر مديناتهم علاقة ثقة قديمة ياسر. كي أنا نعرف اللي المواطنين متاعي منضبطين، وكي مش نقولهم راهي الحاجة الفلانية تضرك والحاجة الفلانية تنفعك، نعرف اللي هو عنده ثقة فيها مش يسمع كلامي. في بلدان أخرى كثيرة من العالم واللي ما فهمش الثقة المتبادلة هذه ما بين الحاكم والمحكوم، صارت عملية الغلق. كيما وقت اللي أنا مش نربي صغاري، إذا ربيتهم بالكدا عندي ثقة فيهم وخليهم يعملوا اللي يحبوا مع بعض القواعد.
اما اذا نعرف روحي انا نجيبهم كان بالضرب يلزمني نسكر عليهم خاطر نخافهم يتسلفوا في الشيء. طيب هذا كلام مهم جدا. يعني دكتورة، تريدين القول أن ما حدث في السويد يعكس ثقة الناس في الحكومة وفي الجهاز الصحي، وأيضا ثقة الحكومة في الناس أنهم سيحافظون على الإجراءات دون إلزام. هذه كانت نقطة مهمة، وأيضا هذا الأمر يتطلب جهاز صحي قوي جاهز يستطيع استيعاب كل الحالات المحتملة. كل هذه الأمور ساعدت السويد على تطبيق هذه السياسة، ولكن لا بد ألا نغفل الانتقادات التي وجهت للسويد في هذا الأمر، أن هناك عدد كبير من الوفيات مقارنة بالدول الأخرى المحيطة التي طبقت الحجر. هناك عدم توفير الأمان لكبار السن ولأمراض أصحاب الأمراض المزمنة، هؤلاء لو تعرضوا للإصابة فما مصيرهم؟ هو بالنسبة للموت، الموت هو جزء من الحياة، معناتها نولد لنموت، معناتها هذيك حاجة طبيعية وإحنا نؤمن بربي ونعرفوا اللي الموت لازم. هذه هي الحاجة الأولى. ثاني حاجة بالنسبة لحماية، معناتها هو المرض هذايا 80% من الناس اللي تمرض بيه ما تستحقش مستشفى أصلا، ما تستحقش دواء أصلا، هو يبرأ وحده كأي مرض فيروسي آخر. والموت هو أكثر موجود عند العبيد اللي عمرهم أكثر من 65 سنة. وتوا بالنسبة للحاجة اللي نعرفوها، اللي العبيد اللي بدنا نحميهم هم الأشخاص المسنين، على خاطر هم اللي معرضين للموت أكثر، هم واللي عندهم الأمراض المزمنة. في السويد العبيد اللي عندهم المسنين واللي عندهم الأمراض المزمنة قالوا احنا حتى اذا مش نمرضوا بالفلو بالانفلونزا سنموت، واحنا نحبوا نختاروا طريقه النهايه نتاعنا، انا المذهبيه تكون نهايتي وانا نعيش مش وانا محبوس. دونك هذيا هما اختيارات اللي هي في الاخر تكون ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الإنسان. أنا كإنسان عندي حق نختار كيفاش تكون نهايتي، معناتها إذا نعرف روحي مش نمرض ونموت نخير اللي أنا نمرض وأنا عايش مش وأنا نمرض وأنا محبوس. طيب دكتورة، هذا يطرح تساؤل مهم جدا. هل ما حدث في العالم وهذا التخويف المفرط الذي شعر به جميع الناس وطبقت الحكومات على إثره عزل وحجر وإلغاء الدوامات والأعمال وغيرها، هل هذا كان خوفاً من المجهول وأصبح الآن هو في الواقع كان مبالغة بسبب هذا الخوف من المجهول؟ هو الخوف من المجهول مع كما قلت لك الماضي القريب 30% من الموتى بالمرس 10% بالسارس، هو اللي خلى الأطباء. نعم دكتورة، هل ما زلت معي دكتورة ريم؟ جملة واحدة ويختفي من سطح الأرض. هو تأقلم مع الإنسان وفما إمكانية كبيرة أنه مش يولي فيروس موسمي يجينا. طيب الصوت تقطع في الجملة الأخيرة دكتورة. أنا كنت أسأل هل الإجراءات التي اتخذت كانت إجراءات بسبب الخوف من المجهول، وهي الآن بعد التقييم وبعد ما عرف عن الفيروس يعني تعد كانت مبالغة؟ هي مع يبدو أننا تفضلي دكتور. إذا ننظر بعين اليوم سنقول اللي كانت فما مبالغة، اما ديما الوقايه خير من العلاج. احنا بالخوف من المجهول هذيك اغلقنا كل شيء. اذا اليوم شنو النصائح؟ النصائح هي التباعد الاجتماعي، نظافه اليدين، لبس الكمامه، والبقاء في اماكن مهويه، وما نمشيوش نذهب الى اماكن فيها تجمعات سكنيه كبيره جدا، معناتها ما يلزمناش نكونوا في مكان مغلق
فيه ناس أكثر من العدد اللازم، أما نجم نعيشوا عاديين ونكملوا احنا نتأقلموا مع الفيروس خاطر باش يقعد معنا، يلزمنا نكملوا نعيشوا نشتغلوا نعيشوا حياتنا عاديا. يعني انت مع 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 يعني التوجه الذي يقول ان العالم سيتجه لتطبيق السياسه السويديه في التعامل مع هذا الوباء. اي هذا هو باش يكون المعقول، هذاك باش يكون. اشكرك جزيل الشكر دكتوره ريم عبد الملك استاذه الامراض الفيروسيه، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. مرحبا، رمضانكم مبروك. شكرا، شكرا جزيلا، واشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، ونلقاكم غدا في نفس الموعد باذن الله، الى اللقاء.